للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير، بداية مرحبا بكم. تيار الحكمة يتخم كتلا كبيرة بالهيمنة على مفاصل الدولة والمشهد السياسي، كيف تقرأ ذلك؟ مساء الخير، شكرا على استضافتك. أهلا بك. لا شك أن ما يحدث الآن في العراق فيما يتعلق بالأزمة التي قام بها السيد تيار الحكمة الحكيم، ظاهرها هو يعني مشاكل على المناصب وعلى مشاكل عدم استطاعة هذه الحكومة أن تقوم بالواجب، مع العلم أن الحكومات السابقة بأعدادها وبوزرائها منذ 2003 لم تعمل شيئا، وأن حكومة عادل عبد المهدي هي حكومة تشابه 100% مثيلاتها السابقة. ولكن كما قلت، يعني في ظاهرها هذه المشكلة، مشكلة المناصب ومشكلة فشل الحكومة، ولكن في باطنها هو شيء آخر أكثر خطورة من ما يقال. الظاهر في باطنها هو ليس إلا عملية تموضع للمرحلة القادمة للاستطاعة من وضع اليد أو وضع يعني هذه الأحزاب في المكان المناسب. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المشاكل التي تواجه السيد عادل عبد المهدي، والذي كان وكما يقولون هم نفسهم جاء ليعمل توازن بين أمريكا وإيران، ولكن لحد الآن لم يستطع، لأن الوساطة الأوروبية في هذا اليوم قد فشلت، وليس باستطاعة عادل عبد المهدي أن يعمل شيئا للمشكلة العويصة التي تعرضت إليها إيران وأحزابها في العراق. تحركات تيار الحكمة منذ أكثر من شهر تكشف عن نية لإزاحة عادل عبد المهدي، ربما طمعا في تغيير حكومي ربما يكون لها فيه نصيب. الجبهة التركمانية من جهتها حذرت من انهيار الدولة بسبب الفساد وانتشار المخدرات. لماذا أستاذ عبد الأمير الآن؟ لماذا الحديث الآن عن الفساد والدولة ترزح في الفساد منذ 16 سنة؟ أستاذ أمير. اي شكرا جزيلا. انا اسمي امير، نحن عبيد الله وليس عبيد غير الله عز وجل. شكرا يعني لهذا الكلام. بالنسبه الى ما يحدث في العراق، هو ليس شيء بجديد. يعني ما يحدث في العراق هو حكومه فاسده، يعني استطاعت ان تثبت على اسس الفساد، لان حكومه لم تعمل شيء. الفساد لم ياتي الان ولم يعني تراه الجبهه التركمانيه في الوقت الحاضر. الفساد هو اساس، يعني اساس كبير من هذه العمليه السياسيه التي قامت على تجمع هذه الاحزاب الفاسده للاستيلاء على ثروات العراقيين. انظر ما يحدث في العراق، انظر ما حدث للتنميه العراقيه والموازنات التي يعني جمعت بالملايين في مشكله الكهرباء وفي مشكله يعني المجتمع المدني، ولكن مع الاسف هذه الاموال ذهبت الى الفاسدين من هذه الاحزاب التي تحكم العراق. اذا ما تقوله الجبهه التركمانيه هو ليس بشيء جديد، ولكن هي هذه يعني الحاله التي يمر بها العراق منذ 2003. ولكن وكما قلت الآن تجيش الجيوش على عادل عبد المهدي، لأن الأوضاع قابلة للتغير في المستقبل. بعض نواب يقولون أن أحد وزراء حكومة عبد المهدي يحاول الاستقالة هربا من الاستجواب. منذ متى والاستجوابات يعني تسقط الحكومات في العراق؟ شيء طبيعي أنه لا، الفاسدين يعني كنا قد رأينا الكثير من الفاسدين قد سرقوا وقد يعني عملوا ما لم يعمله أي سياسي في السابق، ولكن استطاعوا أن يخرجوا من هذه المشكلة عن طريق ما يسمى بال يعني القانون العراقي، الذي استطاع أن يعني يعطي الأولية للفاسدين من خلال السماح لهم بالخروج خارج العراق أو يعني دفع الأموال في سبيل يعني مسح هذه العقوبات التي جاءت من قبل يعني محاكم ليس لها بالشرعية يعني التي يعني تستطيع أي دولة أن تكون فيها محاكم شرعية تستطيع أن تحكم بالعدل. ولكن المشكلة في العراق ليس هناك أي يعني حكم شرعي، وليس هناك أي قضاء يستطيع أن يصف
الحالة العراقية، لأن الحالة العراقية هي حالة يعني فاسدة من خلال يعني النظام السياسي، ومن خلال النظام يعني نظام القانون الذي جاء به هذا النظام السياسي، والذي يعني يسيطر عليه الفاسدون بدون شك. وما زلنا في صلب حديث عن الحالة العراقية أو صلب النظام السياسي في العراق. حكومة عبد المهدي بتحالف سائرون قد انتقدها، حيث يقول إنها لم تنفذ شيئا من برنامجها الحكومي. ولكن هنا التحالف أيضا له وزراء في حكومة عبد المهدي التي ينتقدها، لماذا هذا الهجوم؟ يعني بصراحة أنه الآن هناك صراع يعني خفي على السلطة في العراق، لأن الحالة العراقية تتبع ما يحدث الآن في منطقة الخليج العربي وفي منطقة الشرق الأوسط. إذن هناك صراع خفي بين هذه الأحزاب للانقضاء على السلطة في المستقبل. يعني أنا سبق وما ذكرت في الحلقة السابقة ان وجود السيد مقتدى الصدر في ايران كان له يعني سبب، هو التموضع للمرحله القادمه. تيار الحزب الذي كان هو يعني التيار الذي كان مع السيد عادل عبد المهدي يريد ايضا ان يتموضع في هذه الفتره، لان الفتره القادمه ستكون فتره يعني هم يقولون بانها قد تكون لايران، ولهذا من هذا المنطق سيكون لهم الاوليه في يعني استبدال السيد عادل عبد المهدي ب يعني وزراء او رئيس وزراء من قبل هذه يعني المجاميع. يعني احب ان ارجع الى شيء، هناك يعني شيء لا نستطيع ان نصدقه، ما يحدث الان في العراق هو يعني شيء غريب، لان حكومه عبد المهدي هي متكونه من هذه نفس الاحزاب التي تسرق في العراق، هي يعني حكومه متكونه بمحاصصه من قبل تيار الحكمه، تيار الصدر الموجود به، نعم. تيار ولكن البعض هادي العامري. أستاذ أمير، البعض يعني يرى أن هناك حالة ربما من القفز من مركب عبد المهدي، إلى أي مدى ترى هذه الحالة ربما هي موجودة فعلا بوصفها من الكتل السياسية حتى الموالية لعبد المهدي نفسه؟ يعني أنا في رأيي الشخصي أن هناك بعض المؤشرات التي أنا لا أعلم بها، ولكن فيما يعني نراه الآن في العراق أنهم يعني يشعرون بأن هناك تغير قادم في العملية السياسية، وهناك يعني نوع من الشك بأن عادل عبد المهدي لن يستطيع أن يعني أن يدوم طويلاً في هذه الحكومه، خصوصا يعني السيد عادل عبد المهدي لم يعمل شيئا ولم يستطيع ان يعمل شيئا في ظل حكومه وفي ظل عمليه سياسيه لا تستطيع ان تقوم باي شيء، لانها عمليه عرجاء، ولانها عمليه يعني لم تكون كعمليه سياسيه بالمنطق الذي نعرفه كسياسيين وبالمنطق الذي يعرفه العالم من خلال وجود حكومه ووجود معارضه. ما يقولوه الان من في 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 يعني موضوع المعارضه، يعني ليس هناك معارضه من نفس نعم. هذه الاحزاب، المعارضه عندما تتكون من احزاب ضد نعم. يعني الحكومه الحاليه، ولكن ما يحدث هي نكته سياسيه يعني مع الاسف يريدون ان يصدقوا بها العراقيين في العراق. كنت معنا عبر سكايب من باريس، السياسي العراقي الاستاذ امير المفرجي، شكرا جزيلا لك.